بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس 37. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. يقول جل وعلا مخبرا عن المشركين، مشرك العرب، أنهم لما بعث الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام وأخبرهم أنه رسول الله إليهم، فالمراد بقوله الذين لا يعلمون مراد بهم مشرك العرب، خصوصا أهل مكة في ذلك الوقت، لأنهم ليس لهم كتاب. لا يعلمون يعني ليس لهم كتاب قبل هذا القرآن. قال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله، هذا اقتراح منهم على الله سبحانه وتعالى. لولا بمعنى هل، لا طلب، يطلبون من الله ويقولون للرسول عليه الصلاة والسلام لا نؤمن بك ولا نصدقك حتى يكلمنا الله، حتى يكلمنا الله، يكلم كل واحد من الكفار ويقول له أنا أرسلت إليك محمدا فأطعه. وهذا من باب التكبر والعناد والعياذ بالله، لأنهم يقولون أنت بشر مثلنا فلماذا لا يكلمنا الله ويوحي إلينا كما كلمك وكما أوحى إليك، ونحن كلنا بشر. وهذا كما في قوله تعالى عن قوم نوح: ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. ومشركو قريش قالوا أنزل عليه الذكر من بيننا، قالوا في حق محمد صلى الله عليه وسلم مثل ما قال قوم نوح سواء. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتي مثل ما أوتي رسل الله، يعني لا يصدقون الرسول ويقولون أنت مثلنا ولا نصدق حتى يكلمنا الله كما كلمك وكما أوحى إليك حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. هذا من باب العناد والمكابرة، فإن الرسالة لا تحصل لكل أحد، وإنما الرسالة اصطفاء واختيار من الله جل وعلا لمن يصلح لها. ولهذا قال: الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فالرسالة إنما هي اصطفاء واختيار من الله جل وعلا، يختار لها من البشر من يصلح لها، وهو أعلم سبحانه وتعالى بمن يصلح لها. لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية يعني معجزة، كأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاءهم بمعجزات، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتاهم بالمعجزة العظمى التي لم يأتي بها نبي قبله، وهي القرآن. القرآن العظيم هو المعجزة الكبرى، معجزة الخالدة. فإنه صلى الله عليه وسلم كان قبل البعثة
كان معروفا عند الناس أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب ولم يتعلم، فلما بعثه الله سبحانه وتعالى جاء بهذا القرآن العظيم الذي أعجز البلغة والفصحى، والذي اشتمل على أخبار الأولين والآخرين، والذي اشتمل على أحكام عظيمة وحكم بالغة، هل هذا من كلام البشر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما تعلم ولا قرأ، فكيف جاء بهذا القرآن إلا أنه من عند الله سبحانه وتعالى؟ قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. هذا أعظم المعجزات، ومع هذا يقولون أو تأتينا آية، كأن الرسول ما جاءهم بآية، مع أنه جاءهم بآيات عظيمة أعظمها هذا القرآن العظيم. أو تأتينا آية، أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك إخوانه من المرسلين ليس هم الذين يأتون بالآيات، وليس لهم قدرة على أن يأتوا بالآيات يعني المعجزات، وإنما هي من عند الله سبحانه وتعالى، هو الذي يوجدها وهو الذي يجعلها معجزة لأنبيائه. أما الرسول، أي رسول من الرسل، ما يستطيع أن يأتي بآية يعني معجزة من عنده ويخترع معجزة من عنده، ما هو ولا باستطاعة أي مخلوق أن يأتي بمعجزة، وإنما هذا من عند الله سبحانه وتعالى. ولإنما الآيات، وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. المعجزات من عند الله ولا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. فقولهم أو تأتينا آية، مع أنهم جاءتهم آية عظيمة وهي القرآن العظيم، وآيات ومعجزات للرسول صلى الله عليه وسلم تظهر بينهم، انشقاق القمر آية من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم، انتصاراته عليهم وهم أقوى منه، انتصر عليهم صلى الله عليه وسلم وغلبهم، هذا من آيات، هذا من المعجزات التي أجراها الله سبحانه وتعالى على يده، مما يدل على صدقه صلى الله عليه وسلم. لولا يكلمنا الله، هذا من باب التكبر والعناد، يعني معناه أنهم ما يؤمنون بالرسول ولا يتبعونه، وإنما يريدون أن يكلمهم الله مثل ما يكلم الرسل، ويوحي إليهم مثل ما يوحي إلى الرسل، وإلا فإنهم لا يؤمنون. قال الله جل وعلا كذلك قال الذين من قبلهم، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. اليهود والنصارى قبل محمد صلى الله عليه وسلم قالوا لرسلهم مثل ما قال مثل ما قال المشركون لمحمد صلى الله عليه وسلم، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. فاليهود قالوا لموسى عليه السلام أرنا الله جهرة، قالوا لموسى أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، ثم بعثهم الله سبحانه وتعالى من بعد موتهم. لما قالوا أرنا الله جهرة نزلت عليهم صاعقة فماتوا عقوبة لهم. والنصارى قالوا لعيسى عليه الصلاة والسلام
هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ فهم تحدوا رسلهم، اليهود والنصارى تحدوا رسلهم وقالوا لهم متعنتين هذه المقالات الشنيعة. إذن لا يستغرب من المشركين أن يقولوا لمحمد صلى الله عليه وسلم لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، حتى قالوا لن نؤمن لك، يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو يكون لك بيت من زهر، أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. تحديات من المشركين، لأنهم لا يريدون الحق. أما من يريد الحق فإنه من أول ما يسمع الحق ينقاد له، لأن هدفه الحق. فالأمم من المشركين ومن اليهود والنصارى وغيرهم الذين لا يريدون الحق يتعنتون هذه التعنتات ويلتوون هذه الالتواءات، وأما الذين يريدون الحق فإنهم يقبلونه من أول ما يسمعون ولا يعترضون ولا يتأخرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. هؤلاء هم الذين يريدون الحق، ما يتعنتون ولا يلتوون، وإنما يقبلونه من أول ما يسمعونه من الأمم السابقة وأمة محمد صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا القرآن وسمعوا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم استجابوا له من أول وهلة، وما كابروا ولا عاندوا، لأنهم يريدون الحق والحق واضح. من رأى الرسول صلى الله عليه وسلم مجرد رؤية إذا رآه عرف الحق. هذا عبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام من أحبار اليهود في المدينة، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وصل إلى المدينة انجفل الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اجتمعوا حوله، فجاء عبد الله بن سلام قال فلما نظرت إلى وجهه عرفت أنه ليس بالكذاب. مجرد ما رأى وجه الرسول صلى الله عليه وسلم عرف أنه ليس بالكذاب، وكان أول ما سمع منه أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. هذا أول ما سمع منه عبد الله بن سلام، فدخل في الإسلام وحسن إسلامه رضي الله عنه مجرد رؤية وجه الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن رآه صلى الله عليه وسلم عرف أنه رسول الله وأنه على الحق. فكيف إذا سمع القرآن؟ كيف إذا سمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم
يزيد إيمانه ويزيد يقينه. هؤلاء هم الذين يريدون الحق. أما الذين لا يريدون الحق فمهما جاءتهم البينات فإنهم لن يستجيبوا لها، لأنه ليس هدفهم الحق، وإنما هدفهم اتباع أهوائهم. أبدا لا يقبلون إلا أهواءهم. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبل ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. هذه قاعدة في الناس عموما، الذين لا يريدون الحق مهما حاولت من الإقناع ومن البيان مهما حاولت فإنهم لا يستجيبون له. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب، الذين يخافون الله سبحانه وتعالى، هؤلاء هم الذين يقبلون الحق وينقادون له. فهذا تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم، أنك لا تحزن عليهم، وهذه طريقة أسلافهم من قبل مع إخوانك من النبيين عليهم الصلاة والسلام، فلا تأسف عليهم، وقد أديت ما عليك وبلغت، والهداية بيد الله سبحانه، والله لا يهدي إلا من يصلح للهداية وهو أعلم بالمهتدي. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. هو أعلم سبحانه بالقلوب وأعلم بالذين يريدون الحق فيوفقهم له، وأعلم بالذين لا يريدون الحق فيصرفهم عن اتباع الحق. أما الرسل عليهم الصلاة والسلام فمهمتهم أن يبلغوا ما أرسلهم الله به، وأما حساب الناس فهو على الله جل وعلا. إن عليك إلا البلاغ، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. كذلك قال الذين من قبلهم من اليهود والنصارى مثل ما قال لك المشركون أنهم قالوا لأنبيائهم، منهم من قال أرنا الله جهرة وهم اليهود، ومنهم من قال هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء وهم النصارى. تحديات والعياذ بالله. وهؤلاء لو كلمهم الله كما يقولون وجاءتهم معجزات فإنهم لن يؤمنوا حتى ولو حصل لهم ما اقترحوه فإنهم لا يؤمنون، لأن ما هو هدفهم الحق، وإنما هدفهم العناد. والمعاند لا تستطيع أن تصرفه عن عناده مهما حاولت. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، هذه تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا شيء جرى عليه إخوانهم من الكفرة من قديم الزمان، فقابلوا الرسل بمثل ما قابلك به قومك فلا تحزن عليهم. تشابهت قلوبهم. بيّن الله السبب الذي من أجله اتفقوا على هذه الطريقة الخبيثة، السبب الذي جعل المشركين يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما قال الأمم السابقة لأنبيائهم. ما هو السبب؟ أن قلوبهم متشابهة في الزيغ والضلال والعناد، وإذا زاغ القلب فلا فائدة في شيء، إذا زاغ القلب لا يقبل شيئا. تشابهت قلوبهم، قلوبهم فاسدة، قلوب الأولين وقلوب هؤلاء
كلها زائغة وفاسدة، تشابهت قلوبهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. ما تواصوا به، ولكن كونهم طغاة وقلوبهم متشابهة جعلهم يتفقون في المقالة من غير تواصي، وهذا يدل على أن طريقة الكفار واحدة من قديم الزمان وحديثه، وكل من لا يريد الحق فهذه طريقته مع الدعاة إلى الله عز وجل، فإنهم لا يقبلون الحق وإنما يلجون في العناد، تشابهت قلوبهم. قال الله جل وعلا: قد بينا الآيات، بينا الآيات أي الدلالات من الكتب ومن الآيات الكونية، لأن الآيات هي العلامات، الآيات هي العلامات الدالة على صدق الأنبياء، وهي على قسمين: آيات من الكتب الإلهية، آيات الوحي، آيات الوحي، والقسم الثاني الآيات الكونية، وهي ما خلق الله في السماوات والأرض من العلامات الدالة على قدرة الله سبحانه وتعالى وعلى انفراده بالربوبية واستحقاقه للعبادة وحده لا شريك له، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فالذي ينظر في الكون وما فيه من العبر والعظات، وينظر في القرآن الكريم وما فيه من العبر، فإنه يهتدي إذا كان يريد الحق، أما إذا كان لا يريد الحق فلا تنفعه هذه الآيات مهما تكاثرت، لو تناطحت الجبال بين يديه ما قبل. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك أي كلمة الضلالة لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، هم لم يتركوا الإيمان لقصور في الآيات أو قصور في دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وإنما تركوا الإيمان بسبب العناد والتكبر. وهذا مضطرد في كل من لا يريد الحق، وإلا من يريد الحق فإنه بمجرد ما يسمع آية من القرآن فإنه يهتدي بإذن الله. جبير بن مطعم رضي الله عنه كان كافرا من كفار قريش، ذهب إلى المدينة وهو على كفره، في شأن من الشؤون ذهب إلى المدينة في شأن من الشؤون أو ليتفاوض مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وهو على كفره، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في سورة الطور في صلاة المغرب، وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، قال: كاد قلبي أن يطير. لما سمع هذه الآيات أثرت فيه وهو كافر لكنه يريد الحق، لما سمع هذه الآيات قال: كاد قلبي أن يطير، ثم هداه الله وأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه. آية واحدة أثرت فيه لأنه يريد الحق، أما المعاند فلا يؤثر فيه شيء،
لأنه متبع لهواه، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولهذا قال لقوم يوقنون، قد بينا الآيات لمن؟ لقوم يوقنون. أما الذين لا يوقنون فإنهم لا تنفعهم الآيات ولا ينفعهم البيان. فهذا فيه تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه بيان أن طريقة أعداء الرسل واحدة معك ومع غيرك. قد بينا الآيات لقوم يوقنون، مفهومه أن القوم الذين لا يوقنون إنهم لا تتبين لهم الآيات، ولا لأنهم لا يتدبرونها، لا يتدبرون الآيات، وإنما يعرضون عنها وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. هذه طريقة الكفار قديما وحديثا. ثم قال جل وعلا إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. قول الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إنا أرسلناك بالحق، الرسول جاء بالحق، وأما كونهم لم يقبلوا الحق فهذا بسبب عنادهم، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالحق، الحق الكامل الذي لا نقص فيه عليه الصلاة والسلام. فمن لم يؤمن به فليس ذلك لنقص فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو لنقص فيه هو، في نفس المعرض والكافر. وإلا فالحق واضح وكامل. إنا أرسلناك بالحق بشيرا، بشيرا، بشيرا لمن؟ للمؤمنين، تبشرهم بالجنة. ونذيرا يعني للكافرين، بشير ونذير، بشير لقوم يؤمنون ونذير للقوم الذين لا يؤمنون، بشيرا ونذيرا. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. لا تسأل عن أصحاب الجحيم الذين لم يقبلوا الحق، لست مسؤولا عنهم، لأنك بلغتهم وأديت ما عليك، ولكنهم أبوا وعاندوا ولم يقبلوا، لأنهم من أصحاب الجحيم، خلقهم الله ويسرهم للجحيم والعياذ بالله، فلا تملك هدايتهم، الهداية بيد الله، والله لا يعطي الهداية إلا لمن يستحقها ويصلح لها. لا تسأل عن أصحاب الجحيم. الرسول صلى الله عليه وسلم مهمته البلاغ فقط، هذه مهمته، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، هذا فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يجب عليه البلاغ، وأما الحساب والجزاء فهو عند الله جل وعلا. الهداية بيد الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. إذن ما يلام الرسول على أن كثيرا من الناس لم يتبعوه؟ لا يلام على هذا، لأن هذا ليس بيده، هذا بيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والرهط الجماعة دون العشرة، ما اتبعه من قومه إلا دون العشرة، والنبي ومعه الرجل والرجلان وبقية قومه على الكفر، والنبي وليس معه أحد،
ما تبعه أحد. هل هذا لقصور في دعوة الرسل؟ لا، وإنما قومهم اتبعوا أهواءهم ولم يقبلوا الحق، والرسل عليهم الصلاة والسلام أدوا مهمتهم التي كلفهم الله تعالى بها. وكذلك الدعاة إلى الله عز وجل مهمتهم تبليغ الدعوة، فمن قبلها الحمد لله، ومن لم يقبلها قامت عليه الحجة. ولكن الله جل وعلا شرع الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وإذلال الكفر والشرك، وليس هذا من أجل إكراه الناس على الدين. الدين لا يكره عليه، لأن قبول الحق هذا في القلب، ولا يتصرف في القلوب إلا الله عز وجل. فالجهاد ما شرع لأجل إكراه الناس، وإنما شرع لأجل إزالة الكفر. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فالكافر الذي أصر على كفره لا يصلح للبقاء، لا يصلح للبقاء، لأنه يضل الناس ويدعو الناس إلى الكفر ويتعدى شره إلى غيره. فهذا مثل إزالة الشوك وإزالة الأذى عن الناس، شرع الجهاد من أجل هذا. قاتلوهم حتى لا تكون فتنة فلا يؤذوا المسلمين ويفتنوهم عن دينهم، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فلا يكون هناك شرك وكفر، لأن الله خلق الخلق لعبادته وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا الذي خلقوا من أجله. فإذا انحرفوا عنه وعبدوا غير الله فإن عقوبتهم في الدنيا الجهاد في سبيل الله، وعقوبتهم في الآخرة النار خالدين مخلدين فيها، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، بضم اللام. وقرئ: ولا تسأل، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، أي لا تسأل يا محمد عن أصحاب الجحيم، لا تسأل عن عذابهم وعن مصيرهم، فإنه شر مصير وأشد عذاب. فهذا من باب تفخيم عذابهم، كما تقول: لا تسأل عن فلان، فلان كذا وكذا، يعني معناه أنه في شيء عظيم لا تسأل عنه. فالله جل وعلا يقول لرسوله: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم وما هم فيه من شدة العذاب والعياذ بالله. وقيل إن سبب نزول قوله ولا تسأل عن أصحاب الجحيم أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل أين أبواه. الرسول سأل أين أبواه، الله أخبره أنهم في النار لأنهم ماتوا على الكفر. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، إذا كان نزول الآية بسبب سؤال الرسول عن أبويه فهم في النار. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أين أبي؟ قال له صلى الله عليه وسلم: أبي وأبوك في النار. لماذا؟ لأنهم ماتوا على الكفر، ومن مات على الكفر فإنه من أهل النار، ولو كان أبا لنبي من الأنبياء أو ابنا لنبي من الأنبياء لا ينفعه ذلك، إلا الإيمان بالله عز وجل، هذا هو الذي ينفع. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ثم قال جل وعلا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فاليهود لا يريدون اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يريدون، والنصارى لا يريدون اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم،
وإنما يريدون أن الرسول يتبع ملتهم، هذا هو الذي يريدون. فلذلك لا مطمع في دعوتهم وهدايتهم، لأن اليهود والنصارى يقولون لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، ويقولون كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، فهم لا يؤمنون ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، لا يؤمنون برسالته، وهم يعلمون أنه رسول الله حقا، ولكنهم جحدوا ذلك من باب العناد ومن باب الحسد والتكبر. فلذلك الذين يقولون اليوم، وهي دعاية قائمة وتعقد لها الآن مؤتمرات، وهي مسألة التعايش بين الأديان، اللي يقولون الأديان الثلاثة، دين الإسلام ودين اليهود ودين النصارى، الحوار بين الأديان، هذه مكر خديعة من اليهود والنصارى، يريدون القضاء على الإسلام، ويريدون أن يعترف باليهودية والنصرانية، وإذا اعترف باليهودية والنصرانية أنها دين صحيح، أنهما دين صحيح، فمعنى هذا أنهم يقولون ديننا هو الحق، ودين الرسول صلى الله عليه وسلم، دين محمد، هذا غير صحيح. إذا تم لهم الاعتراف بأن دينهم الآن دين صحيح، فإنهم سيقولون لا دين إلا دين اليهودية أو دين النصرانية، هذه مقالتهم، ما تنازلوا عنها، قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، ما تنازلوا عن هذه عن هاتين المقالتين، هم عليهما، ولكن يريدون أن يقضوا على الإسلام بهذه الطريقة، لأن الإسلام هو الدين الصحيح وهو الدين الحق. وأما اليهودية والنصرانية بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها نسخت وانتهى وقتها، فلا دين إلا دين الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف نعترف بدين اليهود ودين النصارى مع أنه دين منسوخ ودين محرف، وأنه لا دين إلا دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذه محاولتهم، يريدون هذا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته. الآن كما ترون وكما تسمعون هم يقولون خلونا نتحاور وخلونا نتهادى وتتعايش الأديان الثلاثة، وهم كاذبون في هذا. هم يضربون الآن المسلمين، يضربونهم بالقنابل والمدافع كما تسمعون في بلاد البلقان وفي فلسطين وفي غيرها، يقولون ان تهادا وانتحاور بين الأديان، وهم يضربون الآن المسلمين ويشردونهم ويهدمون عليهم بيوتهم ويدفنونهم في قبور جماعية. هذول اللي بيهادنون ويقولون انتحاور المحاورة بين الأديان الثلاثة، لكن المغفلين من بعض المنتسبين للإسلام ينخدعون بمثل هذه المقالة، ينخدعون بمثل هذه المقالة. المشركون من قبل قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم انت صالح ونبقى على ديننا وانت تبقى على دينك وانت صالح، ولا أحد يقول لأحد شيء، قالوا هذا للرسول صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. براءة، هذه براءة من المسلمين من دين الكفار، لكم دينكم ولي دين، ما أعترف بدينكم، ما أعترف به لأنه دين باطل، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، يريدون هذا،
ما الدعاية هذه ما هي جديدة، هذه قديمة، ولكن بعض المغفلين من المنتسبين إلى الإسلام ينخدعون بهذا وينشرونه في الصحف ويطنطنون حوله، وهو المكر والحيلة للقضاء على الإسلام والمسلمين. ولن ترضى عنك اليهود مهما عملت معهم لن يرضوا عنك، لن ترضى عنك اليهود، لن هذه للمستقبل، هذه للمستقبل إلى أن تقوم الساعة، لن ترضى عنك اليهود. وليس هذا خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم، بل هو عام لأمته. إن اليهود ما يرضون عن المسلمين في أي زمان وفي أي مكان، حتى يتبع المسلمون دين اليهود فعند ذلك يرضون. إذا تخلى المسلمون عن دينهم واتبعوا دين اليهود رضيوا، أما إذا بقي المسلمون على دينهم فإن اليهود لا يرضون. ولن ترضى عنك اليهود، وكذلك النصارى لا يرضون عن المسلمين إلا أن يتبعوا دين النصارى. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ملة اليهود وملة النصارى. قال بعض المفسرين هذه الآية فيها دليل على أن الكفر ملة واحدة، لأنه قال حتى تتبع ملتهم، مع أن اليهود غير النصارى، لكن لما كانوا كلهم كفارا صارت ملتهم واحدة وهي الكفر. ويتفرع على ذلك أن الكفار يرث بعضهم بعضا وإن اختلفت أديانهم، لأن ملتهم واحدة. والذين قالوا إن الكفر ملل شتى قالوا لا توارث بين ملتين، والمسألة خلافية، لكن بعضهم أخذ من هذه الآية أن الكفر ملة واحدة، لأن الله قال ملتهم، مع أنه قال اليهود والنصارى، ومعلوم أن اليهود ملة والنصرانية ملة أخرى، حتى تتبع ملتهم. قال الله جل وعلا لنبيه قل إن هدى الله هو الهدى. الهدى هدى الله الذي أرسله على محمد صلى الله عليه وسلم، والذي أنزله على من قبله من الأنبياء. الهدى هدى الله في كل زمان، وليس الهدى هو دين النصرانية أو دين اليهودية أو دين المجوسية أو دين. الهدى هدى الله واحد لا يتقسم، الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه إبطال لليهودية وإبطال للنصرانية، لأنها ليست هدى الله، وإنما هي هدى الأهوى، لأن اليهودية والنصرانية انتهت ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يبق إلا دين واحد وهو دين الإسلام. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. اللي يريد النجاة من يهودي أو نصراني أو أي بشر، الذي يريد النجاة يتبع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، والذي لا يريد النجاة اللي يذهب ويهلك في أي واد يريد من أودية الظلام. قل إن هدى الله هو الهدى. وكذلك الفرق المختلفة، كل فرقة تقول الحق عندي. الفرق المختلفة الآن التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، كل فرقة تقول الحق هو ما أنا عليه، كل حزب بما لديهم فرحون. لكن الذي يفصل هذا هو هدى الله سبحانه وتعالى، فمن كان على هدى الله فهو الذي على الحق، من كان على الكتاب والسنة فهو الذي على الحق. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان
على ما أنا عليه وأصحابي. هدى الله هو الهدى، ما في غيره، طريق واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. صراط الله واحد، وأما الطرق فهي كثيرة، طرق الضلال كثيرة لا تحصى، ولكن هدى الله واحد. قل أن الهدى هدى الله، وأن هذا صراطي مستقيما واحد، طريق واحد يوصل إلى الله سبحانه وتعالى. قل إن الهدى هدى الله، ولئن اتبعت أهواءهم، شف سماها أهواء، هم سماها أهواء. اليهود يقولون نحن على دين وعلى ملة، والنصارى يقولون نحن على دين وعلى ملة. اليهود يقولون نحن على دين موسى عليه السلام، النصارى يقولون نحن على دين عيسى، وكلا الفريقين كاذب، فليسوا على دين موسى ولا على دين عيسى ولا على دين محمد. إذن ماذا بقي عندهم؟ ما بقي عندهم إلا الهوى، أهواءهم، أهوى وليست دينا. ولئن اتبعت أهواءهم، فاليهود على الهوى والنصارى على الهوى، وكل من خالف دين محمد صلى الله عليه وسلم فليس على دين وإنما هو على هوى والعياذ بالله. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، من العلم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، هو العلم، علم الكتاب وعلم السنة، هذا هو العلم الصحيح والعلم النافع، بعد الذي جاءك من العلم، فأنت على علم، وأما هم فهم على هوى. وفرق بين الهوى وبين العلم. ولئن اتبعت أهواءهم، قالوا المراد بهذا الأمة، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم معلوم أنه معصوم عليه الصلاة والسلام، لا يتبع أهواءهم، ولكن هذا تعليم للأمة وتحذير لها أن تنخدع بدعايات اليهود والنصارى. ولئن اتبعت أهواءهم، الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، والمراد به الأمة، المراد به المؤمنون. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، ما لك من الله من ولي ولا نصير، ما لك من الله من ولي يتولى أمرك، ولا نصير ينصرك من عذاب الله وينقذك من عذاب الله يوم القيامة. هذا تعليم للأمة أن تتمسك بدينها، وألا تنخدع بدعايات أهل الضلال وأقاويل أهل الباطل، مهما تصنعوا ومهما أظهروا من المودة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. لكن هل من يسمع لكلام الله سبحانه وتعالى؟ في من يقول اليهود والنصارى إخواننا، والله سمعناها من أفواههم، يقولون اليهود والنصارى إخواننا، والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، ليسوا إخواننا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. لا يكون الإيمان إلا بهذا، إلا بالولاء لأهل الإيمان والبراءة من أهل الشرك، يهود ونصارى وغيرهم. ما لك من الله من ولي ولا نصير، لا في الدنيا ولا في الآخرة. فمن ترك هدى الله وترك العلم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فليس له ولي يواليه في الدنيا والآخرة، وليس له نصير ينصره وينقذه من عذاب الله سبحانه وتعالى. هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى
وصفاته العليا أن يرينا وإياكم الحق، أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم اهدنا بهداك، وزيننا بتقواك، واجعلنا ممن يتقيك ويخشاك، آمين، ويحاذر غضبك ويتبع رضاك، آمين، يا رب العالمين. اللهم أصلح إمامنا وولي أمرنا، آمين. اللهم اهده بالهدى، آمين، وزينه بالتقوى، آمين. اللهم اجعله هاديا مهديا، آمين، محكما لشرعك، متبعا لدينك، مواليا لأوليائك، آمين، معاديا لأعدائك، آمين، يا رب العالمين. آمين. اللهم أصلح بطانتهم، آمين. اللهم أبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين، آمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، آمين، في كل مكان، آمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، واكفهم شر شرارهم، وقهم شر الفتن، ولا تسلط عليهم بذنوبهم، آمين، من لا يخافك ولا يرحمهم، آمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل: رجل أدرك صلاة الجنازة ولا يعلم الإمام في أي تكبيرة هو، ماذا يقرأ ومتى يسلم؟ يكبر مع الإمام ويعتبرها بالنسبة لها التكبيرة الأولى، يقرأ بعدها الفاتحة، وإذا كبر الإمام تكبيرة الثانية يعتبر، إذا كبر الإمام تكبيرة ثانية ولو كانت الأخيرة للإمام هو يعتبرها له التكبيرة الثانية، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سلم الإمام يكمل التكبيرات الباقية ثم يسلم. نعم. يقول: ما توجيهكم لأولئك العاقين لآبائهم، فإني رأيت اليوم في هذا المسجد رجلا كبيرا ينهر أباه الكبير في السن وكأنه صبي صغير. لا يجوز هذا، الله جل وعلا جعل حق الوالدين بعد حقه سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فحق الوالدين يأتي في الدرجة الثانية بعد حق الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز للابن أو للولد أن يعق والديه، والعقوق كبيرة من كبائر الذنوب الموبقة والعياذ بالله، كبيرة عظيمة من الموبقات. والله جل وعلا يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تذكر حالك يوم أنت طفل، ما تملك لنفسك شيء، ولا تدفع لنفسك عن نفسك ضرر، ولا تقدر على جلب الخير، وقد قام بتربيتك وصبر على أذاك وتعب في تربيتك، تذكر هذا وقابله بالإحسان إليهما والشكر لمعروفهما، قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هما ربيانا، ربيانك وأنت صغير لا تقدر على شيء، فإذا كبر أحدهما وصار ضعيفا فتذكر حالك يوم أنت ضعيف، تذكر موقفهم منك يوم أنت ضعيف، فأحسن إليهما لما ضعفوا هم. نعم.
يقول جئت إلى الحرم فإذا الصلاة قد أقيمت فوجدت في ساحات الحرم صفوف فصليت معهم، هل صلاتي صحيحة مع العلم أن داخل الحرم ليس مزدحما؟ الصلاة صحيحة، ولكن كان الأولى بك أنك تتقدم إلى الحرم، تكون في الصفوف الأولى ولا تكون في الصفوف المؤخرة وفي الصفوف المقدمة مكان. نعم. يقول أرجو إفادتي عن كيفية البدء في الطواف، وهل أكبر وأرفع يدي عند محاذاتي للركن اليماني أو عند محاذاتي للحجر الأسود؟ الأركان أركان الكعبة أربعة، الأول الركن الحجر الأسود، هذا هو مبدأ الطواف، فإذا حاذيته وأنت تريد الطواف فإن تيسر أنك تمسحه بيدك وتقبله فهذا مستحب سنة، وإن لم يتيسر فإنك تمسحه، إن لم يتيسر لك التقبيل تمسحه بيدك أو بشيء معك، آلة معك، عصا أو نحو ذلك، ثم تقبل ما مسحته به، تقبل ما مسحته به. فإذا لم يتيسر لك لا التقبيل ولا المسح فإنك تشير إليه إذا حاذيت، ترفع يدك وتقول الله أكبر ثم تواصل الطواف، هذا الركن الأسود. الركنان الشاميان لا يستلمان ولا يقبلان ولا يشار إليهم، الركنان الشاميان اللذان في شمال الكعبة لا يقبلان ولا يستلمان ولا يشار إليهما. أما الركن اليماني فإنه يستلم ولا يقبل، وإذا لم يتيسر أنك تستلمه للزحمة فإنك لا تشير إليه، تمشي ولا تشير إليه. إذن الركن اليماني يستلم ولا يقبل ولا يشار إليه، الركن الأسود وهو الحجر الأسود يستلم ويقبل أو يشار إليه، أما الركنان الشاميان فلا يقبلان ولا يستلمان ولا يشار إليهم. نعم. ما هي السنة؟ هكذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.